اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب بضيوفي الكابتن يحيى يوسف، طبعا نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق ومدير فني الفريق الاول لكره اليد سيدات. اهلا بيك كابتن يحيى. اهلا بيك كابتن عيسى، منورنا ومنور كره النادي الاهلي. بنورك. برحب بضيفي طبعا نجم مصر الكابتن صابر حسين، نجم مصر ونجم النادي الاهلي واحد طبعا النجوم الكبار الغنيين عن التعريف ومدير فني فريق الشباب بالنادي الاهلي لكره اليد. اهلا بيك يا كابتن صابر. اهلا بيك كابتن هيثم، وانا بكل المشاهدين. منورنا ويعني منور كره الاهلي، ده بيتك انت عارف طبعا. طبعا طبعا والله فن. كابتن يحيى، تابعنا مع بعض الافتتاح، يمكن المباراه شغاله دلوقتي، بتهيألي فرق 5 لمصر تقريبا وفاضل يمكن 3 4 دقائق، تعليق حضرتك على الافتتاح والمباراه نفسها كمان. طبعا هو حدث عالمي بالنسبه لكل العالم ان تحصل في ظل الظروف الراهنه فيروس كورونا ده، ان تحصل بطوله وتكون البطوله الاولى ان يكون فيها 32 فريق، ودي هتبقى اول بطوله واخر بطوله بالنسبه للعدد ده، ترجع تاني ل 24 فريق. طبعا الافتتاح ما كانش بالقوه اللي احنا كنا منتظرينها، وهو متوسط واحده كلها. اهم حاجه ان احنا الافتتاح كان طبعا الاغنيه للفنان تامر حسني، كانت اغنيه كويسه جدا. الافتتاح ما كانش بالمستوى المطلوب اللي احنا كنا منتظرينه زي بطوله افريقيا بتاعه القدم اللي احنا كنا مستنيينه، بس طبعا دي مش مهم. اهم حاجه برضو الكورونا والدنيا يعني بالظبط كده، وعدم وجود جمهور كمان، دي برضو حاجه طبعاً صعبه على عدم وجود جمهور طبعاً. ده طبعا ده حاجه مش كويسه طبعا. الجماهير يمكن بتخلي الافتتاح اكتر واكتر تمام. احنا كنا منتظرين طبعا حتى لو 20% زي ما قالوا ان هو يحضر واحد كلها، ان احنا كمصريين واحد كلها منتظرين ان الصاله دي اللي هي بتشيل 18000 متفرج ان هي تكون موجوده. اتمنى كمان ان البدايه دي ان شاء الله تبقى حافز للماتش مقدونيا يوم السبت وماتش استوديوم الاثنين، وتكون بدايه موفقه لينا ان شاء الله يا رب. كابتن صابر، يمكن برضو تعليق حضرتك على الافتتاح ومباراه الافتتاح، يمكن فرق 6 وباقي 3 دقايق تقريبا. كابتن هيثم، ده اي شيء لازم تفعل حاجه معانا، ان احنا قدام بطوله استثنائيه. صحيح. استثنائيه في كل حاجه، التوقيت بتاعها والحاله اللي بتمر العالم موجود العالم فيها كلها، وفيروس كورونا موجود، وبطولات كتير اتلغت او اتاجلت عشان الناس كلها خايفه تنظم بطوله، وتيجي مصر وتاخد على نفسها المسؤوليه لتنظم هذه البطوله، فده حاجه تحسب لمصر. هنا حاجه استثنائيه في العدد. صحيح. البطوله طول عمرها 24 لعيب. اول بطوله 24 فرقه. اول بطوله تعمل فيها 32 فرقه. 32 فرقه. ففي 8 فرق جداد او زياده على العدد اللي هو اللي كان بيتعمل بيه قبل كده. برضه ده عبء على التنظيم طبعا. طبعا. تاني حاجه، اول بطوله تعمل بدون جمهور. برضه الناس طبعا خايفه على الحاله الصحيه للمشجعين واللعيبه وكده. فبرضه فعشان كده بقول لك، تاني حاجه برضه في فرق اعتذرت قبلها بيوم. صحيح. لغصب عنها ناس عندها نقص في اللعيبه، لعيبه عندها مصابه. امريكا وتشيك. بالظبط يعني اعتذروا امبارح. عشان كده بقول لك البطولات الاستثنائيه في كل شيء، فاحنا مش عايزين نقول ان في شيء موجود او شيء مش موجود، لا احنا قدام عمل استثنائي. مجرد ان البطوله دي اقيمت بالظبط، فهو انجاز. مجرد ان مصر تصمم ان البطوله تتعمل في ميعادها ومفيش فيها اي تاجيل ولا اي حاجه، فده يحصل لمصر. ومصر عايزه تضرب نموذج او حاجه للعالم كله، تقول لا احنا قادرين في ظل هذه الظروف اللي احنا ننظم بطوله عالم ونستقبل فرق كامله ونحافظ عليهم على صحتهم ونحافظ على كل الفرق ونعمل حدث كبير. ان انا بقول بطوله زي كده لو في دوله ثانيه غير مصر كانت ممكن تؤجل. صحيح. وخليني اقول لك برضو يا كابتن، يعني يمكن الدوره الاولمبيه اللي جايه بالظبط في طوكيو عينهم على الدوره دي العالم كله. ان حضرتك الدوره دي هتبقى مقياس ده حاجات كتير قوي، يعني في بطولات عالم اتاجلت في العاب ثانيه كتيره، الدوره الاولمبيه اتاجلت، فكل الناس دلوقتي عينيها على مصر وعلى كاس عالم عشان نشوف التجربه دي عامله ازاي، هل هي تجربه ناجحه ونقدر نستفاد منها ونكمل كده بقى والحاجه تمشي وتستمر وننظم الاولمبيات وبطولات عالم، ولا فيها قصور او فيها مشاكل لا نوقف تاني وما نشتغلش. فنجاح مصر دوت في هذه البطوله دوت هيبقى حاجه نقله كبيره قوي للعالم كله ان شاء الله. اكيد يعني كابتن يحيى، برضو كلمه السيد الرئيس لما قال انه العالم اثبت انه يقدر يتعايش مع ظروف جديده او فيروس جديد، ومصر قدمت نموذج لده. فالحقيقه زي ما قال كابتن صبري، يمكن اصرارنا على تنظيم هذه البطوله ممكن بعد كده الدنيا تفتح، الناس تبقى ده زي سامبل او زي نموذج هيتعمل ويحتذى به سواء حتى في الدوره الاولمبيه اللي جايه طوكيو. هو زي ما كابتن صبر بيقول وحضرتك بتقول او الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بيقول، ان احنا كل العالم عينه علينا دلوقتي في البطوله دي، كانت اليابان مستنيه احنا عملنا ايه علشان هي تفتح بطولات كتير جدا، كل الاتحادات الدوليه على مستوى الالعاب كلها مستنيه تشوف مصر هل هتنجح في موضوع
البطوله ده ولا لا. فده كمان كلمه السيد الرئيس كان حافز كمان للعالم كله ان لازم الناس تتعايش في مع الحياه ومع الفيروس طبعا بالاجراءات الاستحواذيه والحاجات دي كلها، ان الناس لازم تتعايش مع ان كل واحد ياخد حذره، اذا كان لعيبه اذا كان مدربين اذا كان جمهور، حتى في الحياه العاديه طبعا لازم حياه تعيش، من غيرها طبعا ان الحياه من غير ما تعيش الحياه كلها يبقى في اقتصاد في كل الدول يتحرك في كل حاجه. على فكره يا كابتن تقريبا المباراه خلصت 34-29، الف مبروك منتخب مصر طبعا فاز باول لقاءاته، ويمكن برضو زي ما قال كابتن صابر هو مباراه افتتاح استثنائيه اكيد. طب يعني خلينا نتكلم فنيا اكتر شويه يا كابتن ونخش بقى في البطوله، يعني راي حضرتك عن مباراه الافتتاح ايه؟ هل منتخب مصر ادى 35-29، اسف ان في جون جه في النهايه، هل حضرتك شايف المنتخب ادى الاداء الفني المتوقع منه ولا ما نقدرش نحكم من مباراه البدايه؟ بدل انت عينك ان انت لو انت كاتحاد او لعيبة او جهاز فني عينك ان انت تخش المربع او تخش مثلا خامس سادس او الحاجات دي كلها، يبقى مش ده المقياس. المقياس لسه عندك ماتشات تانية كتير، ده دور تمهيدي خالص، ده بيعدك اللي انت تخش الدور الرئيسي عشان يعدك بعد كده الدور التمانية، ان الدور ده لازم تكسب مثلا منه. لو ربنا اكرمنا ان شاء الله ان احنا كسبنا مقدونيا يوم السبت وكسبنا السويد، فده يديك ان انت تخش الدور بقى اللي هو دور ال 16 يعتبر ده لو الرئيسي بنقطتين، فده يفرق معاك بس كتير. بس افهم من كلامك كابتن انت يعني فنيا انت شايف المنتخب كان ممكن يكون احسن من كده شويه، يمكن في لاعب خد الهداف او احسن لاعب في احسن لاعب في المباراه يحيى الدرع، خد احسن لاعب في المباراه فعلا، بنقول له الف مبروك والحقيقه هو كان كويس. بس افهم من كلامك انه يعني 35-29 يعني ان برضو الاداء الافتتاح كان ممكن منتخب مصر يكون اداؤه احسن من كده، بس انت بتقول ده مش مقياس. لا ده مش مقياس طبعا، ماتش مع زي شيلي مش مقياس. اعتقد ان المقياس الحقيقي بقى هيبدا من يوم السبت الجاي، فرقه مقدونيا اعتقد ان هي فرقه قويه جدا، اعتقد ان هي كمان احسن من التشيك التشيك اللي هي ما جاتش، فالمجموعتنا اعتقد ان هي بقت اكتر صعوبه شويه، ان وجود مقدونيا كمان كانت بتستعد اوريدي اصلا وعامله معسكرات علشان عندها تصفيات بطوله اوروبا فعلا، فكانت موجوده اصلا، هي اصلا جايه من معسكر يعني جايه من الطياره بدل ما يروح حته جم على مصر. بالظبط كده، ان هي في الاتحاد الدولي كان حاطط فرق ست فرق ستاندي باي لاي فرقه يحصل لها خلل او يحصل لها مشكله اصلا تقدر تيجي بيها، زي ما حصل برضو ان امريكا ما جاتش فداخل مكانها سويسرا، كان في فرق متحضره وهي محضره طبعا في حاله استعداد، فده طبعا مهم جدا ان انا اجهز كمان الماتش الجاي. طب يا كابتن يمكن انا لما جت سيره مقدونيا حضرتك يعني ابتسمت كده شويه، كابتن صابر برضو ابتسم، مقدونيا اقوى من التشيكا كابتن صح؟ والله مش اقوى، انا عايزين اتفق برضو زي ما كنت بيقول ان مقدونيا فرقه كويسه جدا، فرقه بتشارك في بطوله اوروبا، فرقه جاهزه، والفرق يعني فرقه برضو كان لها اسم على مستوى القاره الاوروبيه، يعني فرقه مش ضعيفه يعني زيها زي التشيك يعني. فاحنا مطالبين عشان نوصل الدور الثاني او نوصل الدور الثمانيه ان احنا نفوز على مقدونيا ونفوز على السويد، فايا كان اللي هنلعبه لازم نفوز، احنا مش حاجه غير فوز. يعني قصدي حضرتك ان هو يعني مش فارق كتير، مش فارق كتير بالظبط. بس خلي بالك يعني انا خلي بالك كابتن احنا عندنا مشكله ما كانش فيه اعداد، يعني احنا لعبنا ماتشين بحرين، اربع ماتشات بحرين هنا وهناك بالظبط، وماتشين اليابان مش اعداد بيتهيألك اكيد طبعا. انا معاك في دي طبعا. بص يا كابتن هيثم، هو في حاجتين هيقصوا على منتخبنا في خلال البطوله كلها، اول حاجه الاعداد ما كانش على المستوى المطلوب، وده مش تاثيرا من الناس موجوده طبعا، ده الظروف تعمل كده، اللي انت المفروض بطوله عام دي تلعب ماتشات وديه كتير قوي وتلعب مع اكتر من مدرسه، يعني المفروض تلعب مع دول اوروبا كلها، فرقه شبيهه بالسويد، تلعب مع الدنمارك، تلعب مع اسبانيا، لازم فرقه دي كلها تلعبها وتحتك بيها عشان تستفاد، ما ينفعش يبقى حتى كلها قايمه على المسكرات. بس طبعا احنا غصب عنك اللي انت ظروف مش سامحه انت تسافر، الاجواء مش مفتوحه انك تروح اي بلد اوروبيه تلعب فيها ماتشات وديه، فغصب عنك بتضطر تعمل معسكر داخلي. صحيح. فحضرتك غصب عنك لعبت اربع ماتشات مع البحرين وماتشين مع اليابان. تاني حاجه اللي اثر على نظام منتخبنا برضه وجود الجمهور بصراحه. يعني احنا طول عمرنا كمنتخب مصر الجمهور بيفرق معانا جدا جدا جدا، بيديك دفع وحماس وحاجه كبيره جدا، انت النهارده بتلعب ماتش بدون جمهور النهارده انت حاسس ان هو ماتش ودي. حتى المنافس قدامك وما فيش اي رهبه، مش خايف منك. ليه؟ مفيش حد سلاح مهم. الجمهور بيأثر. وانا افتكر في سنه 99 هنا في الصاله الكبيره ديت كان الفرق وهي بتسخن تبقى خايفه من الجمهور. صحيح. وكان في فرق بتخاف تسخن في الصاله عشان من الجمهور، بتسخن في الملعب الخارجي ويخش الماتش على طول. النهارده عدم وجود الجمهور بقى الموضوع سيام. انا شايف برضو ان في بعض فرق اوروبا زي ما بيقول
جاهزين شويه. ليه؟ بحكم ان بطوله اوروبا كانت شغاله، التصفيات موجوده، كان في بطوله اوروبا للانديه خلصانه لسه برضه خلصانه، فلعيبه اوروبا الى حد كبير جاهزين وعندهم عملوا احتكاك احنا باستثناء مثلا لعيب او اثنين في منتخب مصر هم اللي بيلعبوا. يحيى خالد مثلا كان بيلعب، ممدوح هاشم، سند. يعني اتعدوا على اصابع بيت اللعيبه المصريه الموجوده في الدوري المصري، ظلموا ان احنا عايشين على المسرح الداخلي كلها تدريبات بس، ما فيش اي حاجه احتكاك خارجيه. هو الاتحاد الاوروبي كان ذكي جدا ان هو بعد النهائيات بتاعت الانديه اصلا ان هو يعمل بطوله تصفيات بطوله اوروبا للمنتخبات عشان يبقوا جاهزين. ده اتحاد شغال ان هو عمل اعداد للمنتخبات اللي هي عشان ما فيش سفر وما فيش الكلام ده كتير او معسكرات كتير. فهو عمل بطوله بعد بطوله ابطال اوروبا للانديه، عمل بطوله على طول تصفيات، كل فريق على الاقل لعب ماتشين، فده هيجهز الفرقه وتساعدهم طبعا. طب كابتن يعني ممكن يا جماعه بس نستعرض او نحط على الشاشه للساده المشاهدين ميعاد ماتشين مصر اللي جايين. يمكن مصر النهارده وتشيلي خلص، يمكن كابتن يحيى استاذ حضرتك لو يمكن تستعرضوا معانا الماتشين الجايين هيبقوا مع مقدونيا. احنا عندنا مع مقدونيا يوم السبت اللي جاي الساعه 7، وعندنا يوم الاثنين الساعه 7 برضو مع السويد. فدول يعني الماتشين بتوعنا اللي هنلعبهم اصلا باقيين. بس دي طبعا جدول اهو. بس يا كابتن خلي الجدول قدامنا، يعني استاذنكم خلوا الجدول قدامنا شويه. بس انا عندي تعليق صغير يا كابتن، بس انا ليه خدت اليومين قبل ماتش مقدونيا ما خدتهمش قبل السويد؟ يعني دلوقتي انا عندي النهارده لعبت الاربع، عندي خميس جمعه هلعب سبت، ايوه، وبعد كده رايح يوم والعب الاثنين مع السويد، علشان المفروض ان مقدونيا وبكره والسويد هيلعبوا، فلازم تديهم راحه يوم. فهمت قصدك. طب لا، طب هقول لحضرتك حاجه، دي كان حلها ايه؟ دي كان حلها اخد فرقه جامده الاول، مفيش مشكله، ولا ما تحبش تاخد فرقه جامده في الفتاة. لا، انت المفروض ان انت البطولات الكبيره اللي انت بتلعب على مثلا اسبوعين ثلاثه بتلعب على بلد، لازم تخش تدريبي اصلا، لان مفيش، ما ينفعش اي منتخب في الدنيا يخش في فور باور بتاعه اصلا، ما ينفعش. بس هقول لك كابتن، في فرق عملتها، ويعني مش في وقت ان انا يعني اقولها بالظبط، بس في منتخبات وفي بيقول لك ببتدي فرقه قويه في الاول ببقى جاي مريح مستعد، بس يمكن كان بيبقى عندهم اعداد قوي. بص، اداك قوي واحتاج قوي اوروبا، الكلام ده اوروبا تختلف كتير جدا. احنا اصلا معلش يا كابتن هيثم برضو سلاح ذو حدين، ان هو كان ابدا بطوله او خطا طبعا جدا بفرقه زي السويد مثلا، لا قدر الله ممكن اخسر، ممكن الخساره دي تاثر على نفسيا ومعنويا، اخسر ماتش كمان فاروح الدور الثاني ولا نقطه. بس لو كسبت ما حطك في لا ماشي، بلا بالك هم كانوا عاملين الموضوع ده ان احنا ممكن موضوع فيروس كورونا ده عطل كده، ممكن يكون عندهم ان احنا ممكن ما نطلعش، الله اعلم. فهو عمل اللي هو يخش تدريجي بحيث ان هو يلاعب، هو كان المفروض ان هو يلاعب شيلي زي النهارده وبعد كده تشيك وبعد كده السويد، هيخش تدريجي على ماتش السويد. اما هو ما عملش اداء قوي، هو لاعب البحرين هنا مباريتين والبحرين هناك في المنامة مباريتين، وبعدين لاعب هنا اليابان، جه اما جه هنا معسكر من يوم 11 ضعيف جدا بالظبط يعني، فاهم؟ فده اداء بالنسبه له مش قوي، فلازم غصب عنه اتفرض عليه السيناريو اللي بالزبط. هو يخش بجرادوالي بالظبط لغايه ما يطلع الماتشات المباراه. برضو انت بتجهز كل لعيبتك، يعني ممكن ماتش زي النهارده كده هو ادى فرصه للناس كلها، باستثناء مثلا اسلام حسن ما لعبش النهارده، احمد الاحمر، بس ادى فرصه لكل اللعيبه الموجوده معاه على الدكه. والماتش الجاي ان شاء الله انا برضو احساسي، لان كل شارك النهارده كابتن كله شارك، رؤيه حضرتك كله شارك تقريبا نفس الوقت بالظبط. وكان هو كان بيقسم الوقت كمان على اللعيبه كلها، وكان ربع ساعه وده بيطلع ويلعب واحد مكان ربع ساعه تاني. وممكن الماتش الجاي تلاقي احمد الاحمر بينزل هو واسلام حسن، والناس اللي ما شاركتش ماتش النهارده تشارك الماتش الجاي، بيوزع الحمل، فبيوزع الاحمال وبيدي فرصه لكل الناس، بحيث لما يروحوا الدور الثاني يبقى لعيبته كلها خدت نفس الفرصه، دخلت البطوله دخلت جو البطوله، استعدوا لعبوا، وابدا انا اركز بقى على فرقتي الاساسيه. يعني انا برضو انا عندي تشكيل بتاعي اساسي، بس مش شايف احطه من دلوقتي. صحيح. طب كابتن انا هسال حضرتك بعين طبعا فنيه كره اليد، وحضرتك كنت نجم مصر وطبعا وتاريخ طويل جدا من الجيل الذهبي، انت شايف المدير الفني لمنتخب مصر بصماته ايه؟ يعني انا كراجل بقعد اشوف بقول والله ده بيعتمد على كذا، بيعتمد على اللعب السريع، بيعتمد على السنتره السريعه، يعني تقييمك الفني او الفارق اللي عمله المدير الفني. هو برضه مش عايزين نقول في فرق كبير، لا فرق مش كبير ولا حاجه، بس هو قصه راجل بيقدر يستخدم اولاد معاه، يعني هو راجل مدرب ذكي، قرايته للملعب كويسه جدا،
ادائه للجيم وماتش شغال، تجديداته كويسه، التايم اوت بتاخد في وقته. طب دفاعيا يا كابتن؟ هو دفاعيا برضه ما اقدرش احكم على فيها دفاعيا طبعا في الماتش النهارده بصراحه. انا عشان اجي قدام تشيلي واقول لمنتخب مصر سيء دفاعيا. هو لعب 6-0 ولا 5-1 طول المباراه؟ 6-0. لعب 6-0 عشان اللي لعبته بتاعي بالظبط. ممكن برضه منتخبنا ما كانش موفق فيها قوي لحد كبير، بس ممكن مع لما الماتش الجاي مع فرق اقوى شويه ممكن الاداء بتاعي يتحسن في الدفاع مع الوقت. شايف كده كابتن يحيى؟ هل حضرتك بتأيد كابتن صابر في نفس الكلام يعني دفاعيا وهجوميا الفرق ايه انت ولا هو ما كشفش عن ورقه؟ ما كشفش اكيد، ما كشفش عن كل حاجه، ان هو عنده ماتشات جامده جدا اكيد. مثلا زي ماتش مباراه زي مقدونيا او فرقه السويد عندهم كلها عندهم محللين اداء، فلازم بيقطعوا ويشوفوا ايه الدنيا عندهم ايه كويس مين نقطه ضعف. في وقت يعني احنا هنلعب السويد الاثنين عندنا بتاع 5 ايام هيحللوا براحتهم بالظبط. ما احنا زي احنا بالظبط ان احنا بكره عند في ماتش السويد ومقدونيا اكيد احنا عندنا المحلل الاداء اللي عندنا هيشوف الماتش ويقطعه ويشوف نقط القوه والضعف في مقدونيا والسويد، وده اللي هيظهر اصلا مثلا للمدير الفني بتاعنا ان هو الحاجات دي توصل له ويقدر يجهز من النهارده ومن المفروض ان النهارده ان هو ممكن يجهز كمحاضرات او لحد كلها او من اول بكره في التمرين يجهز لمقدونيا. مش بس اقول لحضرتك حاجه كابتن، يعني كابتن صبري قال كلمه حلوه، قال 6-0 ما كناش متوفقين فيها، ممكن ده يكون ده مش دفاعه اصلا يعني. لا احنا دفاعنا الاساسي 6-0 في بعض الاحيان ان انت بتدافع 5-1، اذا كان ببكار حاليا ممكن يلعبوا 5-1 لو هو او عاوز يلعب عالي مثلا 2-1 او ببكار يضغط على الفرقه الثانيه تمام. دخل للمنتخب حديثا وهدي كلها احمد هشام سيسا، سيسا مش احمد هشام ده لعيب نادي الاهلي. انا شايفه من اللعيبه المميزين في مصر في الخمسة واحد اللي هو مقاتل وحركته سريعه جدا ويقدر يوقف الحد كلها. فطبعا هو اكيد المدرب مش هيدي كل الخطط الدفاعيه بتاعته، بس كان عايز يلعب 5-1 او 3-2-1 على حسب الطريقه على حسب الفرقه اللي هيلعبها. بس هو احسن طريقه اصلا في العالم كلها هي بتبقى 6-0. 6-0 اذا كانت بالمقابله ممكن 6-0 ممكن تبقى مش على 6 ممكن تبقى على 8 ممكن تبقى على 9 على حسب الفرقه اللي بتلعبها. هو شويته بطلع لهم خطوه خطوتين قدام على حسب طبعا على حسب. على حسب مساحات يعني، يعني انت لو عندك شويته وطلعت خطوه لقدام انت كبرت الدايره بقى عندك مساحات ماشي. بس انت مش هتعمل الطريقه دي اصلا لما يكون لسه متدربين عليها، انت مش هتقول لهم فجاه كده يعملوا مثلا 2-1 او 5-1 الا لما يكونوا اصلا متدربين عليها. بس خليني اقول لك كابتن في حاجه واضحه قوي، ما اعرفش انتوا حضراتكم اكيد طبعا خدتوا بالكم منها، كنت لاحظت منتخب مصر بيسنتر بسرعه يعني. انا حتى هم متبرمجين حاسس ان في سوفت وير، حاسس ان اول ما الكوره بتحط فينا جون او بنقطع الكوره الترانزيشن بتاعنا عالي جدا. هو دلوقتي العالم كله بكده مش احنا بس اول مره اشوفها مع منتخب بالكسافه. لا احنا بقالنا فتره مش هنغزل الاتجاه حتى في الانديه حتى، فبقى ده طبعا عند اللعيبه كلها سواء في كل الانديه ان انا داخل فيها جون سنتها سريعه لان يعني بيجيب جون سهل. والعالم كله بقى كده كمان يعني، مش احنا بس يعني مش حاجه جديده او اختراع، لا ده احنا دلوقتي احنا بنمشي مع اتجاه العالم. العالم دلوقتي راح في اتجاه السرعه كلها كله سريع داخل فيها جون بجري سنتر، قطعت الكوره بجري بسرعه. فمفيش مجال دلوقتي ان ملعبي بطيء وبطل ملعبي واعمل هجمه منظمه ولما تقعد دقيقه ودقيقتين. الكلام ده عادش الكلام ده خالص. عشان كده دلوقتي برضه بتلاقي السكوب بتاع الماتشات غير زمان. يعني زمان كنت ممكن تلاقي مباراه مثلا 22 20 18 17 النهارده ده كده بدك قليل. في ماتشات بتوصل 40 يعني، في ماتشات بتوصل 40 و50 كمان مع السرعات دي تلاقي كل ثانيه جون. مش بعيد نلاقي اليد بقى يسكروا زي الباسكت كده مع وقت هيحصل هيعملوا الجون باثنين ولا حاجه كده تقطعوا الباسكت. بس خليني يا كابتن اتكلم مع حضرتك فنيا ومع الكابتن يحيى طبعا اكتر مع ماتش مقدونيا ماتش السويد. توقعاتكم ايه لما نطلع في الدور الثاني؟ بس خلينا نطلع فاصل اعزائي المشاهدين، هطلع لفاصل سريع وهنرجع بعد الفاصل هنتكلم اكتر فنيا عن ماتشين الفاضلين لنا وتوقعات ايه، وكمان لما نطلع على المجموعه الثانيه هيبقى وضعنا ايه، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا طبعا مع كباتن مصر كابتن يحيى يوسف كابتن صابر حسين. كابتن يحيى اجي لحضرتك، يمكن احنا مجموعتنا الناس حفظتها خلاص. ايوه يعني خلاص شيل كسبنا عندنا المقدونية والسويد، ولكن الناس عندها شويه مش عارفه بعد ان شاء الله ما نتخطى هذه المجموعه. أيوة. وبنسبه كبيره الماتش ده يضمن لنا التاهل. مين يا جماعه؟ طيب طيب خلينا نروح للاتصال. ده معانا طبعا كابتن ياسر لبيب احد نجوم طبعا كره اليد في مصر كلها واحد طبعا يعني نجوم ورموز الجيل الذهبي. اهلا بيك اهلا بيك يا كابتن ياسر. كابتن هيثم ازيك اخبارك ايه؟ وسلامي لصابر ويحيى. كابتن كابتن لبيب يا كابتن ياسر يمكن حضرتك في الامارات صحيح ولا انا غلطان؟ لا صحيح. طيب حضرتك تابعت المباراه النهارده وشفت الافتتاح ولا كنت مشغول؟ اكيد طبعا. لا طبعا اكيد. طب رايك ايه على الافتتاح يا كابتن والمباراه؟
طبعا هي حاجه مشرفه جدا الافتتاح والتنظيم والملاعب والعالم كله بيتكلم على اللي مصر عملته وانجزته خلال الفتره اللي فاتت ديت. بالنسبه للمباراه يعني دي كبدايه شيء طبيعي، دي بيبقى اول مباراه وفريق تشيلي فرقه بس يعني ما هياش مستوى عالي، ولكن انا شايف طبعا ان فرصه المنتخب المصري فرصه كبيره جدا في البطوله ديت ان هو يحقق انجاز تاريخي وان هو يبقى من الاربعه اللي في المربع في ظل غياب نجوم كتير من على مستوى العالم سواء في السويد او الدنمارك او المانيا. يعني هي يمكن الفرقه الوحيده اللي جايه كامله هي فرقه كرواتيا. النهارده في بعض المشاكل، لكن اعتقد المباراه النهارده كان المدرب حاول ان هو يجرب لعيبه كتير سواء من الناشئين او الشباب اللي هم برضه لعيبه على مستوى عالي، فحاول يدخلهم برضه في نظام البطوله عشان يعني الناس تتعود على جو المباريات وتدخلوا في جو البطوله، فما هياش مقياس كبير قوي لمباراه النهارده. لكن انا شايف ان فرقه مصر عندها فرصه كبيره ان هي تاخد اول مجموعه، يعني مش هتبقى الموضوع مستاهل قوي بس لازم يبقى فيه جديه اكتر. يعني طب كابتن ياسر، يمكن دخول مقدونيا مكان التشيك، شايف ده يعني مقدونيا الشماليه طبعا، شايف ان ده يعني في المستوى الاثنين تقريبا متقاربين، ولا شايف ان مقدونيا افضل من التشيك؟ لا انا شايف ان مقدونيا ممكن تكون اقل من التشيك، يعني فرقه التشيك هي فرقه اتاهلت من بطوله اوروبا، لكن فرقه مقدونيا هي فرقه كانت بره الحزب خالص، فدخولها مكان التشيك وفرقه مش جاهزه، هي مش ما كانتش بتعد نفسها للبطوله، فهي فجاه لقت نفسها جوه البطوله، فدي ممكن تكون سلاح ذو حدين، ولكن يعني انا شايف ان لا يجب عدم التهاون بيهم، يعني لان يعني الفرق دي كلها فرق مستواها ما هياش فرق مستوى قليل، ولكن في نفس الوقت ما هياش عالي قوي، يعني ما نقدرش نقارن مقدونيا بالدنمارك، بس يعني احنا كسبناها قبل كده في بطوله، انا فاكر في بطوله وديه كسبناهم فيها قبل كده. وبعدين انا شايف ان فرقه منتخب مصر بالعناصر اللي موجوده هي عناصر متكامله سواء بالاجنحه، الدواير، الخط الخلفي، حراس المرمى، يعني يمكن المجموعه ديت ما تكونتش من فتره كبيره. انا شايف من كلام حضرتك ان انت متفائل يا كابتن ياسر، يعني حضرتك شايف يعني الحمد لله. متفائل جدا طبعا. يعني لا متفائل جدا طبعا. يمكن السكواد اللي موجود والوفره في اللعيبه زائد الاربع لعيبه كمان اللي فوق ال 20 اللي طبعا سمح بيهم الاتحاد الدولي، بيتهيألي ده مدينا مانوفر كويس ان احنا نقدر حتى لا قدر الله لو حصل اصابه او يعني لا قدر الله حاجه فيها كورونا او اصابه عاديه، بيتهيألي عندنا سهوله ان احنا نريبليس اللاعب ده بلاعب تاني. بالظبط بالظبط، انت عندك مجموعه متكامله سواء خارج الملعب او داخل الملعب، مجموعه متكامله. انا بقول لك يعني ما حصلش التجانس دوت ووجود عناصر بالقوه ديت من فترات كبيره. يعني حتى العناصر الشباب اللي موجوده والناشئين هم احسن لعيبه في العالم في سنهم. صحيح ما شاء الله. ده يعني لا ان شاء الله انا شايف ان يعني لازم نكون متفائلين، ولكن لازم ناخد الامور بجديه اكتر. طب كابتن ياسر، يمكن تفاؤل حضرتك في المجموعه وصلنا، طيب يمكن بعد ما نطلع الدور الثاني ان شاء الله، يا رب يا رب، احنا النهارده مباراه النهارده ضمت لنا خلاص التاهل للدور الثاني عشان نطلع ممكن في اسوء الظروف ثالث، ولكن هنرد على بيلاروسيا، روسيا، يمكن سلوفينيا كمان، شايف فرصنا ايه في الخطوه الثانيه، خاصه الخطوه الثانيه دي هترسم لنا الشكل، يعني هترسم شكل البطوله بالنسبه لنا لقبل النهائي. بص يا كابتن هيثم، انا شايف ان هو احنا صعدنا المجموعه دي لازم نصعد اول مجموعه، ده على اقل تقدير، ودي انا شايف ان الفرصه متاحه جدا. انت ما عندكش الماتش السويدي، يمكن هو الماتش اللي شويه يبقى اقوى ماتش في المجموعه، ولكن فرقه السويد هي فرقه فيها عناصر كتير، ناقص عناصر اساسيه. فانا شايف ان احنا لازم ناخد الموضوع بجديه عشان اطلع اول مجموعه. طلوعك اول مجموعه ديت احنا كنا دايما في كاس العالم بنقول انا لو دخلت اول ده بيديني فرصه ان انا العب من الثمانيه الاوائل، تكسب ماتش او ماتشين في المجموعه الثانيه دخلت المربع. يعني كلام حضرتك واضح جدا ان اهم خطوه مش الثانيه، الاولى اللي احنا فيها دلوقتي. لا طبعا طبعا لازم تطلع بالاربع نقط. صحيح، لان ده تطلع من المجموعه دي بالاربع نقط لو انت عايز تلعب فاينل او تلعب في المربع. بالظبط.
والله كلام طبعا حضرتك يحترم جدا يا كابتن ياسر، وحضرتك حللت الموضوع يعني من وجهه نظر يمكن اللي في الغربه بيبقى شويه يعني شايف الرؤيه، اكيد طبعا من بعيد بتبقى رؤيه اوضح كتير. كابتن ياسر لبيب نجم مصر وطبعا ومنتخب مصر والنادي الاهلي السابق، بشكرك شكرا جزيلا وربنا معاك ان شاء الله في الامارات ويوفقك ويوفق كل طبعا اخواننا المصريين هناك. كابتن يحيى تقريبا نفس الكلام اللي حضرتك قلته، نفس الكلام اللي قاله كابتن صابر، يعني المجموعه دي لازم نطلع اول باي طريقه. طبعا دي هتريحك ان انت تخش في الدور الرئيسي باربع نقط، اما تكسب ربنا يكرمنا ان شاء الله يوم السبت يوم الاثنين تكسب مقدونيا وتكسب السويد، فانت داخل هم كده كده يخشوا معاك مثلا الدور الرئيسي اللي هو 24 فريق، يبقى انت داخل باربع نقط، انت كده كده مش هتلعبهم تاني خلاص. خلاص ما انت داخل بالنقط بتاعتك، فانت بالنسبه لك محتاج مثلا ماتش او ماتشين من اللي هي فرقه المجموعه الثانيه اللي هي بسلوفينيا وبيلاروسيا وروسيا مثلا او كوريا الجنوبيه على حسب التلات فرق يعني. فانت عايز مثلا ماتشين كبير، ماتشين او ماتش او ماتش على حسب يعني وكده، فتتاهل دول الثمانيه. بس دول الثمانيه بقى هو ده خروج المغلوب بعد كده. مفيش فرصة. طب انت شايف يا كابتن انه ممكن المفاجآت في المجموعه تساعدنا يعني؟ ممكن احنا بس بتنسى، بس عايزين نفهم الناس بس اللي بتشوفنا دلوقتي وبتسمعنا النظام عامل ازاي. يا ريت اتفضل يا كابتن. يعني احنا نظام البطوله عامل ازاي؟ هم 8 مجموعات. ممتاز. كل مجموعه فيها اربع فرق، 4 × 8 32 فريق، هيطلع من كل مجموعه 3 فرق، 3 × 8 24 فرق. يبقى الدور الثاني دور ال 24. الدور الثاني الفرق اللي انا في مجموعتي دلوقتي زي مثلا لا الاول الثمانيه اللي هيخرجوا هيلعبوا كاس مكاس الرئيس، كاس الرئيس خلاص. بالظبط. احنا دلوقتي هخش مجموعه الدور الثاني، هروح على المجموعه الثامنه اللي فيها سلوفينيا وبيلاروسيا وكوريا الجنوبيه وروسيا. تمام. الفرق كانت في مجموعتي زي السويد مثلا ومقدونيا، هروح معاهم بنقطي. تمام. فانا عشان كده كابتن يحيى بيقول، كابتن ياسر لبيب بيقول احنا لازم نطلع الاول مجموعه. اول مجموعه دي انا هبقى كسبان السويد ومقدونيا، هي معايا 4 نقط. ممتاز. لما اروح الدور الثاني هكسب ماتش او ماتشين ان شاء الله، معايا 6 أو 8 أو 7 ضمنت اسوء ظروف في الثاني مجموعه، يعني ضمنت اول ثاني مجموعه كده، انا بنسبه كبيره قوي حطيت رجليا في دور الثمانيه. يبقى انا كده حطيت رجليا في دور الثمانيه وربنا بقى بالظبط يسهل. دور الثمانيه كابتن يحيى بقى خلاص، دور الثمانيه ان شاء الله ظروف المغلوب خلاص، يعني انا وصلت هنا للثمانيه من احسن 8 فرق في العالم موجودين بقى ان شاء الله، يعني ايا كان بقى مين وصل خلاص. ماتش واحد في 8 دخلني مربع، دخلت مربع كده انا كده عملت خطوه جديده بالنسبه للجيل دوت او للمنتخب موجود حاليا، بعد كده خطوه كمان قبل نهائي ونهائي، الموضوع مش هيبقى صعب. طب يا كابتن ليه ما نحلمش ان احنا نوصل النهائي؟ ما انا قصدي كده، بس احنا يعني كابتن ناخدها خطوه صح، لازم الاول نخش الثمانيه وكده الثمانيه نخش دور الاربعه ونوصل النهائي. احنا خطوه خطوه بقى كلامك كده، ليه حسابات ثانيه؟ هو ليه يعني ان عشان توصل لكل دور ليه حسابات ثانيه وتكتيك ثاني بدماغ ثانيه على حسب الفرق انت هتقابلها. يعني انت لما توصل دور الثمانيه زي كابتن صابر بيقول انت هتلاعب ثاني مجموعه هناك، فبرضه فرقه، بس ثاني مجموعه بقى هتلاقي فرقه من اوروبا، فرقه ثقيله شويه. بس اللي بيفرق بقى معانا ان انا شايف متفائل برضو ان احنا منتخبنا كويس، في بدايل كتير قوي. يعني انت عندك 24 لعيب بره، 4 بره خلاص ال 20، وعندك 20 كلهم جاهزين. انت عندك بدل الواحد في مركز عندك 3 و3 كلهم كويسين، يعني في دي ما حصلتش من زمان جدا، ان انت مثلا الجيل الذهبي لمنتخب مصر زي ما كابتن صابر وكابتن ياسر كان بيتكلم ان ما كانش فيه عناصر 3 لعيبه في مركز او مستوى متقارب جدا في مركز واحد. ودي تحسب طبعا للناس الموجوده في الاتحاد او اللعيبه على مستوى مصر، وكان كمان عندك كميه 6 لعيبه أو 7 لعيبه كمان محترفين، ما كانش ظاهر الكلام ده، ما كانش الاحتياج بيختلف. فانت عندك بدل لعيب في مركز واحد، وكان عندك مشكله زمان ان ممكن يكون لعيب او اتنين هم كويس، لا انت عندك 3 في مركز واحد دلوقتي، فتفرق كتير. طب كابتن يحيى، يمكن التاريخ لا يكذب والارقام ابدا أكيد لا تكذب، ممكن تتجمل بس ما بتكذبش الارقام. ايوه. فاحنا عندنا جدول او عندنا احصائيه، طبعا حضرتك يعني مشكورا بعتها لنا، المنتخبات الحاصله الحاصله على ميداليات كاس العالم. يعني الاحصائيه دي احنا طبعا وفرناها لحضراتكم مع فريق طبعا التحليل عن اكتر الدول اللي حصلت على ميداليات في بطولات العالم، يعني يمكن نستعرضها مع بعض وفيها مفاجات على فكره للناس. اتفضل يا كابتن. طبعا المنتخبات الحاصله على ميداليات في كاس العالم، اصلا ميداليات عموما يعني، هي اكتر فرقه حاصله على كاس عالم هي فرنسا طبعا، ب6 ذهب وواحده فضه وواحده برونز، التوتال كله واخده 11 ميداليه. يعني في 11 بطوله فرنسا كان ليها وجود في الثلاثه الاوائل. طبعا واخده 6 ذهب من كام نسخه و... من كام نسخه؟ من 7 النهارده البطوله دي 27 نقول من 26 7 بطولات 7 بطولات 6 خدوا اول وواحده خدوا فيها ثاني.
واربعه برونز. واربعه برونز يعني قصدي اقول لحضرتك ان وصلوا وصلوا يعني قصدي اقول لحضرتك احنا البطوله اللي منظمه دي البطوله 27 بالظبط. يعني احنا هنتكلم على 26 لسه البطوله دي بالظبط. ف 26 بطوله فرنسا واخده 11 ميداليه يعني تقريبا يا كابتن نص. لا بس لا برضه معاها 11 ميداليه بس متنوعه هي السويد، بس هي واخده اربعه ذهب وثلاثه فضه واربعه السويد. ده السويد لا انا قصدي اقول لحضرتك ايه انه 11 ميداليه في 11 بطوله كان ليها وجود على المنصه وصفه التطبيق صح. انا بدك فرنسا بدك من فرق اللي ليها باع كبير في كره اليد ومش في المنتخب دوت بس، ممكن فرنسا بطل عالم في الشباب وكسبناهم صح كسبنا طبعا وبطل في الناشئين، وفرنسا من الدول اللي بتشتغل وعندها مدرسه خاصه بيها وبتشتغل وكل فتره ممكن يحصل لها كبوه بس الكبوه ميزه عندهم ما بتطولش سنه وتطلع تاني. سنه سنتين وتلاقي منتخب مصر راجع بشكل جديد جدا. طب ربنا يسهل ما نتقابلش مع فرنسا. بس خلي بالك ان فرنسا يعني فرنسا عندهم ميزه ان هم بيلعبوا مثلا على البلان اللي هو مثلا بيعايز مثلا بيعملوا خطه بيعملوا خطه مثلا 10 سنين شغالين عليه. الكلام ده مش اللعيبه بس، ده بيعملوا الكلام ده على المدربين كمان، ان هو يجيبك مثلا مدرب عام مثلا ده يقعد مثلا سنتين ثلاثه عشان بعد كده بيجهزه ان هو يبقى اول مدير فني. طبعا طبعا 11 ميداليه ده مش الناس دي طبعا بطولة. فرنسا طبعا. طب مين في المركز الثاني يا كابتن جاي في هي طبعا المركز الثاني في البلاد الذهبيه طبعا هو السويد واخد 4 ذهب 3 فضه 4 برونز طبعا يعني برضو 11 برضو 11 ميداليه الميداليه برضو كتوين هو في المنصه طبعا. طب احنا هنلعب السويد يعني ان شاء الله يوم الاثنين. لا السويد اختلفت شويه ان هي جددت لحد كلها تاني مره جد، وعندهم كمان اصابات بكل ما جوش تفرق كتير جدا نصيب طبعا يعني اكبر دولتين دلوقتي واحد فرنسا اثنين السويد اكتر الدول حاصله على ميداليات في بطوله العالم. طب المركز الثالث يا كابتن هي رومانيا، بس رومانيا زمان يعني مش رومانيا مش دلوقتي مش في الالفيه دي اصلا رومانيا من الالفيه زمان كانت وسبعينات بالظبط. هي واخده 4 ده كابتن صبر. لا مش او كده حاجه رومانيا يعني انت ما شفتش رومانيا بتاخد ميداليات من لا لا هو الكلام ده في السبعينات والثمانينات احنا سمعنا بس ان واحد سمع بس برضه خلاص كتبوا باسمهم 6 ميداليات يعني 4 ذهب واثنين فكده في المركز الثالث رومانيا. طب الرابع مين يا كابتن؟ هو الرابع لو عجيبه شويه بحس ان اسم المانيا بالدوري الالماني وفرق كتير جدا، هو واخده 2 ذهب واخده 4-5 بطولات 5 ميداليات بس 2 ذهب و2 فضه وواحده برونز واخده التوتال كله 5 ميداليات. ماشي يعني المانيا بكل الهيلمان ده كله احنا بنتكلم انها في المركز الرابع ب 5 ميداليات يا كابتن. بس المانيا برضك لا بس المانيا برضك زمان شويه رجع زمان شويه كان في تقسيم كانت المانيا غربيه والمانيا شرقيه لكن دلوقتي بعد ما اتوحدت ما هو ماشي بس حتى لو هم في المانيا الشرقيه الغربيه صح بالظبط يعني في المانيا الشرقيه بس اتحسبت لهم يا كابتن محسوبه اهي محسوبه بطوله يعني دوب يعني هقول لحضرتك مثلا بطوله واحده ذهب ايوه 1938 لا 1938 كانت المانيا كانت لسه ما اتجزئتش قبل الحرب العالميه ولوب 2 في المانيا الشرقيه 2 فضه و2 برونز والمانيا الشرقيه سنه 1958 والمانيا الغربيه 1961 وعندك المانيا 2007 بس من 2007 يا كابتن صابر المانيا ما خدتش ولا ميداليه. بس قول حاجه برضو يا كابتن هيثم احنا بنتكلم على توتال تاريخ الدول ده لكن التاريخ دوت مش هو المستوى الحقيقي دلوقتي. كلام جميل في فرق ممكن ما حيتش مش موجوده في الجدول خالص في الجدول بس بتخوف وتعمل لك قلق وممكن فرق خدت مره مرتين وتلاقي يعني شكل كبير قوي يعني ممكن عندك فرق زي النهارده زي الدنمارك في السابع هي سابع دوله بس تخوف الدنمارك طبعا فرق النهارده من فرق اللي تعمل لها اسم هي واخده اخر بطوله هي واخده اخر بطوله عالم وفرق تقيله جدا عندك مثلا فرق زي اسبانيا من فرق طب انا هقول لحضرتك بقى حاجه اللي هيدينا مؤشر صح هنخلي كابتن يحيى طبعا يستعرض بقيه الجدول يمكن اول 10 وهقول له كمان يعني مشكورا يعني حضرتك تستعرض معانا برضو اخر مجموعه او اخر يمكن كام نسخه من البطوله بس خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل سريع وارجع لحضراتكم عشان بعد الفاصل نستعرض معاكم اكتر الفرق يعني يمكن في اخر 10 سنين كان الوضع ايه واكتر الفرق كمان حصول على ميداليات في بطوله العالم على مدار التاريخ ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد مكملين حوارنا مع كابتن يحيى يوسف وكابتن صابر حسين. كابتن يحيى هنكمل استعراضنا لل يمكن اول الدول اللي حصلت او تاريخها اكتر دول في التاريخ حصلت على ميداليات في بطوله العالم. كنا وصلنا للمركز الرابع المانيا، المركز الخامس طبعا روسيا بس روسيا قبل يعني بعد ما اتفكك من الاتحاد السوفيتي تمام يعني روسيا بس كم ميداليه كانت واخده 2 ذهب وواخده واحده فضه هو العدد عنده كلها 3. طيب بعديها ليها طبعا اسبانيا واخده ميداليتين ذهب واحده برونز برضو 3 ميداليات على مصر طبعا بعد كده اول مره هو الدنمارك تحصل على بطوله عالم الماضيه فهي دي بطوله عالم واحده بس خليتها تنط في الجدول بقت السابع
مع انها واخده بطوله واحده بس يعني اثنين بعد كده كرواتيا واحد. هو ده ياكد كلام كابتن صابر. بس وصل ثلاث مرات وصل ثلاث مرات خد فضيه ثلاث مرات وصل خد واحده برونزيه. يعني برافو عليك يعني فضي يبقى انا وصلت فاينل ثلاث مرات. يعني وصل المربع ست مرات خمس مرات في المربع. هي زيها زي كرواتيا بالظبط. كرواتيا بالظبط برضه واخده واحده ذهب ثلاثه فضه واحده برونز. اليوم تشيكوسلوفاكيا طبعا بعد قبل ما تتفك تشيكوسلوفاكيا بالظبط كده كانت واخده برضه واحده ذهب اثنين فضه واخده اثنين برونز برضو خمسه. نرجع بقى تاني للاتحاد السوفيتي قبل ما طبعا ما يتفك كانت واخده واحده ذهب اثنين باثنين فضه. طبعا يجي بقى يوغوسلافيا برضو بعد الفك بقى بسلوفينيا والكلام ده كله كانت واخده ميداليه ذهب وميداليه فضه واثنين برونز. طبعا بعد كده المانيا الغربيه والمانيا الشرقيه والنرويج وبولندا والمجر والنمسا. طبعا قطر واخده ميداليه فضه يوغوسلافيا واخده اثنين برونز. بس كابتن يعني يمكن الغريب ان ما فيش دوله السوية غير قطر فقط هي اللي موجودة في الجدول ده. يمكن يعني برضو صح يعني بالزبط. كلهم تقريبا دول أوروبا كده بالضبط. هي لعبة كلها حكاية أوروبا بالكلام المستقيم يعني لعبة كلها حكاية أوروبا إن هي اختراع أوروبي. المستوى الفني فيها عالي جدا في أوروبا. أوروبا كل حاجة عندها كل جديد كل حاجة طرق اللعب أساليب اللعب أساليب التدريب. إحنا بناخد من أوروبا يعني إحنا بنحاول ناخد من أوروبا ونحاول نطبق يعني إحنا حتى بنجيب مدربين أجانب من أوروبا يجي يشتغل عندنا في مصر. يعني داود ان اوروبا هم يعني مصدرين كل حاجه اللعبه متوطنه في اوروبا بالظبط. عدد الفرق اكبر اوروبا مفتوحه على بعضها مسافات البطولات فتلاقي الموضوع عندهم مختلف شويه. طب كابتن خلينا نشوف من الالفيه عايزين كام حاجه بس احنا نقول عايزين نقول ان اول بطوله عالم اتعملت امتى؟ سنه 38 38 دي كانت اول بدايه حلو. بس طبعا احنا مش هنتكلم عن ده كله خلينا نتكلم في اخر 20 سنه تمام من سنه 2000 لحد النهارده 20 سنه نشوف الدول اللي متربعه على عرش البطولات العالم. يعني هنلاقي حاجة غريبة جدا هنلاقي فرنسا من 2001 لحد النهاردة 2021 20 سنة بالظبط خدت البطولة خمس مرات. هو ده اللي عمل يعني خمس مرات طبعا خمس مرات من 10 بطولات من 10 بطولات واخدة خمسة فرنسا واخدة في الألفية الحديثة بالظبط القرن اللي احنا فيه بالظبط 20 سنة من 2001 لغاية ما نقولش 20 بقى 20 نقول لغاية يعني. 2019 لغاية 2021 بالظبط من 2001 ل 2021 20 سنة بالظبط واخدة خمس مرات من 10 بالظبط. واسبانيا مرتين طب لا خمسة من تسعة بقى يا كابتن واحد عشرة لا عشرة لا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة لا عشرة عشرة واخدة من خمسة من عشرة خمسة واخدة النص. طب قولي تواريخهم يا كابتن. فرنسا خدت بطولة العالم 2001 كانت موجودة في فرنسا تمام وفرنسا كسبت بطولة العالم 2009 2009 2011 في كرواتيا. خلي بالك في الدولة المضيفة كانت في كرواتيا كانت في كرواتيا تمام كسبت 2011 في السويد ده كسبت 2 ورا بعض كسبت 2015 في قطر وكسبت 2019 في فرنسا يعني واخدين بطولتين ورا بعض. خلي بالك كابتن في حاجه كده يعني مؤشر كده هي بتكسب 2 وتجلي 1 بالظبط تكسب 2 وتجلي 1 هي فرنسا دلوقتي بعيد شويه عن مستواها. هي جامده هي جامده بس بعيد شويه عن مستواها يعني ممكن فرنسا لو وصلت دور 8 بعيد انها توصل مش هي مش هي بصراحه ان حتى في اخر اسبوع اللي فات في اصابات تصفيات اوروبا برضك ماشي بس مش هو ده منتخب فرنسا اللي كان بيخاف الناس. طب يعني كابتن مين في ال 20 سنه بعد فرنسا حضرتك شايفه؟ يعني انا برضو شايف كل الموضوع كله يعني ال 20 سنه برضو دول هتلاقي برضو اللي داخل مع فرنسا بقوه برضك هتلاقي المنتخب الاسباني يعني هتلاقي برضو منتخب اسبانيا فاز مثلا مرتين 2005 في تونس وفاز 2013 في اسبانيا في البطوله تمام مرتين يعني اسبانيا كده واخدها مرتين اهي مرتين بقى كده بقى في فرق بقى زي المانيا والدنمارك كل الفرق خدت مره يعني كل الفرق خدت مره بس هو يعني يمكن فرنسا لاخر 20 سنه هي بالظبط اخر نسخه الدنمارك اخر نسخه الدنمارك اخر نسخه الدنمارك ف عايزين نقول ان فرنسا بقى لها فتره مطبعه على عرش اللعبه بصراحه يعني الفرق بتقدم بقول لك مستويات ثابته ولما بتجلي حتى الدوري هناك قوي جدا الدوري حتى لو مش قوي لا وفي دوريات اقوى يعني في الدوري الالماني اقوى في الدوري الاسباني اقوى شويه بس فرنسا عندها منتخب كويس جدا عندها لعيبه بيلعبوا في كل حته في اوروبا منتشرين ودوري الفرنسي مش ضعيف برده مش سيء بس انا بقول حاجه كده فرنسا لما بتقع ما بتقعدش سنين تجمع بعيده لا بيقعد سنه سنتين واللي بتقعد ده جاي بقوه وجاي بيجي مش يجي يظهر ده بياخد بطوله كمان بيجي عشان يكسب يعني انا افتكر مثلا سنه 99 منتخب فرنسا هنا سنه 95 فرنسا كان بطل العالم فرنسا 99 في مصر فرنسا ما كسبش حاجه فما ساعد المدرب بتاع منتخب فرنسا منتخب فرنسا ازاي وبطل العالم وبطوله ثانيه يطلع السادس وبعيد جدا في حاجه قال لهم لا احنا دلوقتي بنقدم منتخب ان شاء الله هياخد بطوله العالم 2001 وحصل فرنسا يعني مش بطوله جايه كمان في فرنسا 2001 وحصل فعلا
2001 فرنسا خدت العالم. فناس بتخطط بتشتغل صح، عارفين هم رايحين فين، مفيش حاجه عشوائيه في الشغل. فدي الناس اللي بتنجح، عشان كده هم دلوقتي ناجحين. طب كابتن، يمكن كابتن يحيى في بعض وبعض الارقام اللي يعني اللي حضرتك وفرتها لنا، يمكن عدد مرات استضافه بطوله العالم، يمكن اكتر دوله استضيفت بطولات العالم المانيا. المانيا سبع مرات. سبع مرات ولسه سنه كام دي؟ اول بطوله طبعا 38 و58 و61 و74 و82 و2007 و2019، وهي اللي هتنظم البطوله 2027. يعني كل ده 27 2027 يعني البطوله اللي جايه اصلا هتتعمل في، قالوا لي هنا هتتعمل في، بلغوني هم بولندا ايوه انا اقول لحضرتك في بولندا والسويد. بالظبط هتبقى بولندا والسويد البطوله اللي جايه 2023. ايوه طب تاني دوله يا كابتن من حيث عدد مرات الاستضافه. الاستضافه برضو بعديها السويد، استضافت البطوله اربع مرات. مش غريبه يا كابتن حاجه؟ لاحظت حاجه؟ ان هم برضو اكبر دولتين خدوا ميداليات، المانيا والسويد. يبقى لا فرنسا فرنسا عندك ايوه. لا انا بتكلم مش في 20 سنه، بتكلم انت لو شفت الجدول اللي قبل منه. المانيا والسويد اهم، المانيا والسويد اللي هم كانوا اكتر دولتين، لا اكتر دولتين حصلوا على ميداليات كان فرنسا والسويد. انا اسف، فرنسا والسويد. فمعنى كده ان انت كل ما بتطلب استضافه البطوله تبقى انت واقف على رجلك. طبعا هم بينجحوا في استضافه البطوله. دوله عموما اي دوله اوروبيه بتنجح في الاستضافه لان عندهم بنيه تحتيه اصلا. مش قصدي على، لا انا قصدي على الفنيات. الفرقه اللي بتتقدم تستضيف البطوله بتبقى شعره ان منتخبها قوي تقدر تكسب. طبعا. فلما المانيا والسويد يعملوا، والدنمارك اهو يعني الدنمارك برضو استضافت. انت عندك السويد كمان، السويد كمان هتنظم 23 كمان، يعني البطوله الجايه هي هي وبولندا هتستضيف 23. هيبقوا خمسه مش اربعه. معلش بس الدنمارك اللي هي كانت عندها السنه اللي قبل اللي فاتت دي هتنظم 25 يعني. بص هو واضحه كده الدنيا راحه في المانيا، السويد، الدنمارك، فرنسا، كرواتيا. لا هم بيعرفوا، هم بيعرفوا يجهزوا يعني. ماشي بس هي مش هتجهز، الدنمارك مش هتجهز لوحدها، هي معها كرواتيا بس ومعها النرويج يعني. ماشي بس 25 ثلاث دول مشتركه في التنظيم، اذا كان النرويج ماشي او الدنمارك وكرواتيا، الثلاث دول دولت هم اللي هيستضيفوا كاس عالم 25. ثلاث دول يعني ما شاء الله. احنا هيبقى والفرقه هتبقى 24 مش 22. 24 كل هي كانت اول يعني مره يحصل كما كنت يعني مصر خدت عبء جامد جدا. طبعا في ظل يعني الظروف دي كلها وبزود عدد الفرق عليك، وان انت محتاج توفر اماكن والحاله الطبيه، الناس خايفه تسافر والناس خايفه تسافر، وفي لعيبه كمان كانت رافضه تيجي. يعني كان في نجوم من منتخبات المانيا والدنمارك لما سمعوا البطوله في جمهور قلقوا كمان، يمكن قرار عدم مشاركه الجمهور او دخول الجمهور ريح. ما هو رابطه اللعيبه المحترفين في اوروبا بلغت الاتحاد الدولي ان في لعيبه خايفه تيجي، وده برضه حق طبيعي. الاستجابه من الدوله المصريه دي برضه حاجه طبعا. بص يعني احنا مش هينفع نعمل بطوله وننظم ونعمل كل حاجه لا، ويجي في الاخر فرقه ما تجيش، او لعيب مثلا نجم ما يجيش عشان مثلا خايف يجي عشان حاجه، لا تعالى العب وما فيش اي مشكله خالص. طبعا بس بجد انا بشكر طبعا دكتور حسن مصطفى ان هو اصلا ان هو اصر برضه، هو رئيس الاتحاد الدولي وقال كده في ان هو اصر ان هو على ثقه كامله بمصر والحاجات كلها ان هو يقدر يعدي بالبطوله ان شاء الله لبر الامان. ان هو كمان مع استضافه كمان 32 فريق يعني فنادق وباصات وملاعب وتجهيز ملاعب والحاجات دي سهله واجراءات احترازيه طبعا. لا بس برضو جنب كان دوت نياحه برضو ان الدوله برضو بقدر الرئيس فتح السيسي تستجيب برضو وتقول حاضر وتوفر كل الامكانيات وكل حاجه. عارف انت يعني ما تاخدش وقت، يعني عايزين صالات جديده، الناس عامله صالات جديده وعلى اعلى مستوى. يعني بصراحه ما احنا صاله في اكتوبر حاجه مفخره بصراحه والله. انا اتمنى المنشات دي نحافظ عليها بصراحه، وانا قلت كده في حاجه كبيره والله ونزودها كمان. إن انت ما تخش صاله زي كده انت تحس انت مش، لا انت عايز اقول لحضرتك ان شاء الله ربنا يكتب لنا ونروح المدينه الرياضيه الجديده في العاصمه الاداريه حاجه يا كابتن. انا شفت جزء منها وهم شفنا حاجه وهم يعني الصاله دي جزء منها بالظبط جزء منها. بقول لك احنا عندنا دلوقتي انشاءات وبنيه تحتيه كبيره جدا، بس احنا محتاجين نحافظ على الكلام ده كله. ان الكلام ده مش لينا احنا دلوقتي، الكلام ده لينا ولاولادنا والاجيال اللي جايه كلها. ولما حتى لما يجي مكان نطلب بصفه اي بطوله الموضوع بقى سهل، الموضوع بقى سهل بدل ما نبني. لا احنا عندنا حاجات موجوده وبنزود كمان. طيب خلينا كابتن نستعرض طبعا تاريخ منتخب مصر بطولات العالم عشان الناس تبقى عارفه احنا عملنا ايه، ولكن خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين. هطلع لفاصل سريع عشان نرجع نتكلم عن تاريخ منتخب مصر في المشاركات في بطولات العالم، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، ومكمل حوارنا مع كابتن يحيى يوسف والكابتن صابر حسين. كابتن صابر، يمكن عايز استعرض مع حضرتك تاريخ
مصر او يعني مراكز مصر يعني خلال المشاركات في بطوله العالم يمكن كان بدايتها سنه 1964. اتفضل. يعني كنا احنا لو بصينا على تاريخ مصر في كاس العالم هنلاقي مصر شاركت في عدد لا يقل عن 15 بطوله. تمام. 15 بطوله واللي احنا فيها دلوقتي 16. تمام. اول بطوله لينا شاركنا فيها سنه 64 وصلنا فيها على المركز 14 وكده غبنا فتره كبيره جدا كنا غايبين على كاس العالم لحد 93. 30 سنه كده غايبين. 30 ايه ده 29 سنه بالظبط. كتير قعدنا فتره كبيره غايبين. طبعا طبعا انا ما اقدرش اقول لك 93 دي في عوده في وجود بقى كابتن حسن مصطفى بالظبط. دي كانت الطفره بتاعت الهاندبول في مصر وكانت الطفره من سنه 90 كمان مش 93 يعني. بس احنا كنا دخلنا في الطفره خلاص يعني بدايه الهاندبول والطفره على مستوى افريقيا او على مستوى العالم سنه 90. خلي بس نوضح لساده المشاهدين تاني احنا اول بطوله اشتركنا فيها 64 سنه 1964 قعدنا من 64 زي ما كابتن صابر بيقول لغايه سنه 1993 ما نشاركش. 29 سنه مصر ما بتشاركش. اتفضل يا كابتن. بعيد لينا ما اعرفش طبعا كان واحد لا احنا بنتكلم على تاريخ ارقام الاسباب بقى لكن موضوع تاني. لكن اول ما دخلنا وبدانا نشارك من 93 لحد النهارده ما فيش بطوله مصر ما شاركتش فيها يعني. تمام. بالتسلسل كده شاركنا في 93 و95 و97 و99 و2001 قلنا ماشيين في التسلسل لحد النهارده. افضل مراكز خدناها ايه يا كابتن؟ افضل مركز طبعا لمنتخب مصر هو 2001. حضرتك لعبت فيها يا كابتن؟ كنت موجود فيها الحمد لله. عند ده خدنا فيها رابع عالم وكان شيء انجاز. كانت فرنسا صح؟ كانت فرنسا موجوده وكان ممكن نحقق احسن من كده كمان. دول طبعا الناس طبعا كنا فاكره وعارفه الظلم اللي حصل على منتخبنا ياميها. تتلعب فرنسا في فرنسا. فرنسا قبل النهائي. الماتش ده فرنسا في فرنسا فده كان يفرق. فاكره يا كابتن؟ طبعا. يعني احنا لو قابلنا لو كنا في المربع الثاني كنا وصلنا فاينل. لا احنا 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 اوريدي كنا خلاص شبه واصلين وهم الناس كنت عارفه لو منتخب مصر عدى ماتش فرنسا ووصل النهائي بناخد كاس عالم. بناخد كاس عالم ان شاء الله. ما فيش جدال خلاص. خسرنا فرق قد ايه يا كابتن؟ خسرنا فرق 3 اهداف. والشوط الاول منتخب مصر كسبان 3 اهداف فرق 3. يعني خسرت الشوط الثاني 6. الشوط الثاني الحكام اختلفت ما بين بقى كارت احمر هنا ودقيقتين وطرد ونلعب ناقصين ولعب فرنسا كسبنا 3 بس. طبعا بالظبط. فعملنا يوميها ملحمه يعني احنا عملنا ملحمه حتى جمهور فرنسا في فرنسا نفسها لما كان بيشوفوا اللعيبه في الشارع بيقولوا لهم انتوا قطوع حق منتخب فرنسا. والصحافه الفرنسيه يوميها برضو كانت في فرنسا الفرنسويين صعدوا وعاملين كاريكاتير كده ياسمين الهرم وياسمين لعيب فرنسي بيطلع الهرم ويقولوا فرنسا صعدت الهرم بصعوبه مساعده الحكام. فطبعا ده بيدل ان الصحافه الفرنسيه نفسها طبعا بص هناك في مصداقيه يعني الناس عندها مصداقيه وشايفه وعارفه احترام العالم كله. اكيد طبعا اكيد. والحمد لله لحد دلوقتي كان لحد دلوقتي لسه مش عارفين نخسر هذا الحاجز. يعني تاني افضل مركز كان امتى؟ التاني كان خدنا مركز سادس مرتين سادس 95 و97 مع بعض. خدنا سادس ايسلندا 95 واليابان 97 97 صح. وبعد كده خدنا السابع في مصر السابع 99 صح. يمكن الجيل ده التسعينات هو احسن بالظبط. يمكن من 93 لحد 2001 سادس سابع رابع يعني الطفره كده قعدنا فتره بعيد شويه من 2003 بعدنا شويه رجعنا اخر بطوله 2019 اللي احنا خدنا فيها تامن من 2003 ل 2017 كنا بعيد بعيد شويه 14 16 بعيد شويه في الترتيب يعني كنا مش عارفين نعدي 16 نيجي نوصل مش عارفين نوصل خلاص. لكن في اخر بطوله في 2019 ديت الحمد لله ربنا وفقنا وقدرنا نكسر هذا الحاجز ونعدي. عشان كده البطوله دي في مصر الناس والطموح لينا كلنا كمصريين وناس بتحب اللعبه عايزين نعدي دور الثمانيه ودور الاربعه كمان يا رب. يعني عشان كده احنا شايفين ان منتخب مصر قادر يعمل دوت الاجواء اللي فيها البطوله والفرق والنقص اللي فيه الفرق والحمد لله البطوله في ملعبنا برده وكل حاجه متوفره للعيبه فربنا يسهل ونوصل ان شاء الله. كابتن يحيى يمكن برده في احصائيه كده عن اكثر اللاعبين اشتراكا في كأس العالم او بطولة العالم. يمكن هم ثلاثة يعني هو اول محمد النقيب محمد النقيب حارس المرمى حارس المرمى ده اكتر اللاعبين على التاريخ مشاركة في بطولة العالم 11 مشاركة 11 مشاركة ما شاء الله ماشي. وبعد كده احمد الاحمر وبعد كده حسين زكي ده اكتر ثلاثة شاركوا حمادة النقيب حارس المرمى احمد الاحمر لسه بيلعب لغايه دلوقتي. وبيتهيألي هل لو لعب احمد لعب البطوله دي ممكن يتساوى مع حمادة النقيب ولا بيتهيألي مش فاكر انت؟ لا ما صعب. لا حمادة النقيب مفيش حد هو حمادة كسر رقم خلي بال حضرتك المشاركه دي اقول لك ليه مش ممكن حارس مرمى ايوه بالظبط حارس مرمى ممكن يقعد 40 سنه بالظبط ما فعلا محمد قاعد كده حمادة التزم من فتره ضيقه يعني مش بعيد يعني قاعد فوق ال 40 فعمر ما في لاعب اكيد هيعدي ال 40 ده هيوصل ازاي ده ده يكون متدغدغ ها؟ لا عصام الحضري كده لا ما الاجوان بتوصل انما اللعيبه بتتدغدغ بدري ويمكن يعني. احمد الاحمر وبعد كده حسين زكي. بس خليني اقول لك كابتن ان هو يعني تاريخ مصر مشرف يعني في الفتره اللي اشتركت فيها ان احنا نوصل يمكن التسعينات اكتر حقبه كان فيها طفره. بص حضرتك احنا اعتقد ان الفتره الجايه دي هيبقى في تحسن
كتير جدا في المنتخب المصري ان احنا نزلنا بالاعمار وان احنا نشارك بحوالي 3 لعيبه مولود 2000 في الشباب في بطوله زي دي، ده انجاز ما كانش بيحصل. صحيح. يعني انت تشارك 3 لعيبه مفروض مثلا زي احمد هشام دودو وحسن قداح ومفروض ان حميد مواليد 2000، ان انت بتعد منتخب كمان، منتخب مصر قدام يديك كمان كام سنه. صحيح. طبعا كمان عندك منتخبين للسنه 2019 واخدين كويس جدا، منتخب الشباب كابتن طارق محروس طبعا واخد تالت عالم شباب، ده حاجه كويسه جدا. طبعا مع كابتن مجد ابو المجد في الناشئين مواليد 2000 واخد اول، ده فدي نواه اصلا ان يكون عندك منتخب، هو ده اللي المفروض يحصل اصلا عندنا. طب نحافظ على ده ازاي يا كابتن؟ يعني دلوقتي عندك فرقتين طالعين جامدين قوي، وكابتن ياسر لبيب من في الامارات قال لنا على الهاتف ان انت عندك في اعمارهم هم احسن لعيبه في العالم. بص حافظ ازاي بقى؟ انت عندك في ناس في المنتخب حاليا مواليد 98 عندك عناصر، ماشي كده؟ 98 يعني عنده 22 سنه. و 22 سنه وعندك 2000. ما بالك كمان ان في ناس بره، خلي بالك انت اللي موجودين دولت ال 24 لعيب، في كمان ناس كويسين كمان بره وصغيرين في السن لسه. يعني انت عندك يعني هو النهارده حصلت حاجه ما كانش بيحصل قبل كده. زمان كان ممكن يطلع لعيب كويس في الشباب والناشئين، عشان يجي يخش في المنتخب الاول ويشارك في بطوله كان بياخد وقت. يقول لك لا لسه صغير، في لعيب كبير عنده خبره شويه لسه بدا عليه، لما يستوي لما فكل ده من عمر اللعيب. يعني انا افتكر اول بطوله ليا دوليا وانا عندي 23 سنه مثلا، انما لو ابتديت صغير 20 بالظبط وانت حابب كده. النهارده المنتخب ده موجود زي ما حضرتك قلت، نحافظ عليهم ازاي؟ نحافظ عليهم ان احنا اللعيبه دي تكون موجوده في المنتخب. مصر منتخب مصر النهارده هتلاقي، تيجي تبص لقوام المنتخب هتلاقي فيه 4-5 لعيبه من 98، هو فريق الشباب اللي خد تلات العالم. قوام المنتخب اللي بيلعب دلوقتي بالظبط. المنتخب بتاع 2000 اللي خد بطوله العالم هتلاقي برده فيه 3-4 لعيبه موجود في المنتخب، وفيهم النهارده ناس شاركت. يعني في النهارده دودو شارك، حسن وليد شارك، وفي حميد موجود مع المنتخب حارس المرمى. ففي ده موجود. المحافظه بقى ان الناس بتاخد موجوده وبتاخد خبرات مع الوقت. احتكاك طبعا بطوله عالم، بطوله افريقيا، بيبدا يشتغل، ممكن مع الوقت يجي له عقد احتراف يطلع اوروبا كمان زي سند ودودو والناس دي. انت حضرتك عندك خالد لا يحيى خالد. يحيى خالد مواليد كام؟ 96 5 كده 97 دي ثالث بطوله عالم ليه. تالت بطولة عالم. دي عنده 23 سنة صح كده؟ ودي تالت بطولة عالم، يعني بيلعب وهو عنده 19 سنة مثلا ولا حاجة. أول بطولة مع الكابتن مروان رجب خده معايا، دي تالت بطولة. ما بالك لما يكون عنده مثلا 26 ولا 27، يبقى عنده الاحتكاك عامل ازاي؟ عنده الباور عامل ازاي؟ هو كمان محترف بره، فكمان في نادي قوي، فدوري معاه كتير. عندك دودو عنده 20 سنة المفروض هو محترف، عندك ممكن حسن قداح، ممكن عندك لعيبة كتير جدا ممكن تحترف أكتر من كده كمان. يعني حضرتك أفهم من كلامك يا كباتن إنه عشان أحافظ على الجيل ده اديله الفرصه بدري؟ اكيد يعني أكيد. عشان اديله الفرصه بدري حتى لو كان في حد افضل منه أكيد. بس الراس قدام لازم ياخد، لازم يبقى ليه دور ويشارك ويحس النهارده. انزل انا لعيب صغير في السن وانزل بطوله عالم واشارك، حتى والعب شويه في ماتش ايا كان مستوى الماتش عامل ازاي، واجيب جون او اتنين واشارك وادافع وكده، باخد ثقه في نفسي. البطوله الجايه اكيد اللعيب دوت هتلاقيه في حته ثانيه خالص. البطوله اللي بعدها الوضع عنده يختلف اكتر. الفرق الجامده على مستوى العالم كانديه وفرقه زي كيل مثلا ولا حاجه، هي واخده بطوله اوروبا اخر سنه، اتفرج على الاحتراف بتاعها كلهم. كان في اربعه ما لعبوش اخر ماتش، بس الاربعه عندهم 20 سنه. شوف باريس سان جيرمان مثلا اللعيبه بتاعته، وكنت بفرج من كام يوم كده على ماتش وكده من 3 شهور، ان هو عنده القاعده اللي او كمان الاحتياط اللي في 16 بره صغيرين، مواليد 98 ومواليد 2000، وعندهم مثلا ولد عنده 18 سنه وبيلعب. يعني ولازم اعمل كده، ده بيفرق كتير. يعني طبعا الموضوع ده محتاج طبعا اكيد شغل جامد جدا، بس خلينا نتكلم مثلا عن مباراه، احنا نقول بقى اللي جايه دي مباراه مقدونيا، ما عندناش معلومات عنها كتير، بس خلينا نتكلم على السويد. يعني تاريخ السويد مثلا واجه منتخب مصر 7 مرات. طبعا تاريخ، يعني معلش عايزك برضو تستعرض دي سريعا، مش عايزين نقول يعني حاجه تشاؤميه، ولكن ده تاريخ لازم نقوله. هو السويد طبعا شارك في البطوله، من البطوله كلها دي كلها اشترك 24 مره. تمام ماشي، سيبك بقى ان هو استضاف البطوله كام مره، 4 مرات. ماشي تمام، حصل على البطوله 4 مرات، اعوام كذا. ماشي، هو توتال كله لعب 169 مباراه. ماشي. فاز في 116، اتعادل في 4 مرات، وخسر في 29. طب ده انا عايز اقول لحضرتك حاجه، انا عايز اركز كمان على مواجهته مع مصر. يعني يمكن حضرتك هنا مواجهته مع مصر، هو قابل مصر 7 مرات، كسب 6 وتعادل 1. لا ده السويد كسبت 6 ايوه وتعادل ماتش. يعني مصر ما كسبتش السويد ولا مره في التاريخ. عايز اقول حاجه كمان، احنا حتى ايام كنا احنا بنلعب وكنا نطلع بطوله وديه ونقابل فيها السويد، كنا صعب نكسبها بصراحه، مش هتبقى عليك يعني. بس احنا في البطوله دي الحمد لله. بس السويد بقى ده مش موجود، السويد بقى له فتره مش هو السويد بتاع زمان. بامانه يعني السويد زمان كانت فرقه تخوف.
فرقه انت بتنزل، لا فرقه النهارده السويد بيبقى له فتره كده حوالي بطولتين ثلاثه مش هو السويد بتاع زمان. طب يا كابتن انا هقول حاجه وما اعرفش حضرتك بتتفقوا معايا ولا لا، انا شايف ان مباراه العبور هي مقدونيه. لا اللي هتريحك اكتر على الاقل تبقى داخل الدور الثاني بنقطتين. تفرق يعني فيه يعني المباراه اللي جايه دي ما فيهاش. بص حضرتك احنا كلنا متفقين ان انت علشان تخش الدور الرئيسي هو البدايه الدور التمهيدي ده، تمام. التلات مباريات دول هيريحوك في الدور الرئيسي اصلا، اللي انت تكسب تشيلي زي النهارده الحمد لله ضمنت نقطتين، هتخش على مقدونيا يوم السبت الجاي لو كسبت ان شاء الله نقطتين، ولو كسبت ان شاء الله السويد يبقى نقطتين، فطبعا اللي هتطلع بره مثلا ممكن تشيلي عشان هي تبقى رابع المجموعه، صحيح. فهتخش بالنتائج المباشره بتاعتك اللي هي كانت مع السويد او تشيلي، فهتريحك جدا لما تيجي تلعب مثلا المجموعه الثانيه سكايت سلوفينيا ولا بيلاروسيا ولا روسيا او كل. تمام يعني حضرتك شايف انه مباراه مقدونيا مهمه جدا واكيد نتمنى التوفيق لمنتخب مصر. معلش يا كابتن الوقت عدى سريعا. حبيبي ربنا يخليك. احنا اتكلمنا في حاجات كتير وانتم متعتوني الحقيقه بالارقام كابتن يحيى، يعني مغزينا بشويه ارقام حلوين. ربنا يخليك. بشكرك كابتن يحيى يوسف طبعا نجم النادي الاهلي ونجم منتخب مصر ومدير فني الفريق الاول للسيدات، بشكرك شكرا جزيلا. شكرا كابتن ناصر، شكرا للقناه. كابتن صابر حسين نجم مصر طبعا ومنتخب مصر ومعاك ميداليه الرابع طبعا. لا انا ما خدتش حاجه والله. طيب ونورتينا وشرفتينا كابتن صابر. ايوه كابتن ياسر والله سعيد بوجودي معاك والله بجد بامانه، وانا باجي المكان ده وقناتنا الاهلي زي ما انت قلت ده بيتنا فعلا، والواحد بيجي بحب وبيجي يعني بكل تلقائيه وسعيد جدا موجود في مكانك. طبعا ده مكانكم يا كابتن وبرنامج الابطال، انتوا الابطال الحقيقيين اللي طبعا بنعرف الناس بيهم. بشكرك يا كابتن شكرا جزيلا. شكرا كابتن. اعزائي المشاهدين كده انتهت اخبارنا او انتهت حلقتنا الابطال وكره اليد، وبنقول للمنتخب مصر الف مليون مبروك الفوز النهارده، ان شاء الله نتمنى له الفوز يوم السبت القادم وياخد خطوه اخرى ان شاء الله للتقدم للامام الى الدور الثاني. انتظرونا ان شاء الله يوم الاحد، يمكن ما نطلعش معاكم عشان مباراه كره القدم، هنطلع يوم الاربعاء القادم باذن الله في حلقه جديده من الابطال.